بسم الله الحمد لله ربنا أرنا مناسكنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم. Il faudrait faire fusiller les antisémites. أعلى. Et qu'il ajoutait que il y a deux peuples génois qui devraient faire des mariages. Donc on veut dire que la fin du nazi que ça tueur. C'est-à-dire que c'était mal perçu d'abord parce que pendant la guerre 14-18 les soldats avaient ainsi marqué la France. Ensuite, dans les شيء عظيم قدر ذلك يا من تكذبون القرآن وتنكرون عبد الرحمن وتحاربون من غير سبب شرع وإن مجر يقول مولانا هذه السورة قبل كل شيء هي مكيدة النفاق وهي جاءت بعد نزول سورة الزخرف نور وبها ربي يأكد على كون الرسالة هذه لا شك بها وبعد يعطينا الدرس الذي كان على حساب فرعون وفي مسطح الكلمية أنا ربكم الأعلى ولا أريكم إلا ما أرى وتبع نفس الشيء هل الآيات هذه مشيو هيجا ومشيو جا عليها الآيات هذه لعل ربي يوفق بستوليتام ومار قصران كلمات القرآن ما الدخان اللي يجي بعد الشمس قاعدة تكشف لك ما تحتها فإلى بيج دخان يمنع ذلك بقدر لا يعلم مقدار الله نعود إن شاء الله.